معانا على التليفون نجم المنتخب المغربي السابق كابتن عزيز بوعبيد، اهلا بيك. اهلا وسهلا، الف الف مبروك. مبروك على جميع الامه العربيه بهذا الانجاز التاريخي، والاسود الاطلس فرحوا الشعب المغربي وفرحوا الافارقه ومثلوا العرب احسن تمثيل، وفي بلد عربي يعني كقطر اللي الحقيقه انا حتى استطعت ان اقضي فيها 6 سنوات في النادي العربي كمدير فني في الفئات الصغرى اقل من 19 سنه. بلد يستحق يعني التنويه للتنظيم العظيم والهائل بالمرتبات ديالو بالانجازات ديالو، يعني بلد اللي اقترف حتى هو السمعه ديال العرب، رغم ان الدول الاوروبيه او الامريكا اللاتينيه كلهم كانوا دائما كيوجهوا له انتقادات، ولكن الحمد لله استطاعوا ان يحكوا يعني اشياء كثيره لدوله قطر. طيب يعني كابتن عزيز هسأل سؤال سريع في الأول وبعدين عايز أفهم السر وراء هذا التفوق في المنتخب المغربي. الأول يريد كابتن عزيز أن يقابل المغاربة، يقابلوا فرنسا ولا يقابلوا بريطانيا؟ بصراحة أنا نفضل نقابل إنجلترا. فرنسا يعني بطل العالم وعندهم يعني كيمتازوا بعناصر اللي عندهم واحد التكوين بصراحه، يعني هما مشهورين فيما يخص ناحيه ديال التكوين، بحيث لما تشوف ان جميع البطولات تلقى لاعبين فرنسيين يعني كيلعبوا في جميع البطولات في العالم، فهمتي؟ وعندهم واحد يعني انسجام غادي قدامهم كيلعبوا مع بعضهم. الفريق الانجليزي مع الاسف يعني المنتخب عنده واحد بطولة قوية، ولكن قوية يعني بالأجانب هما اللي كينشطوا أكثر. المنتخب ديالهم حتى هو عندهم جاي في الطريق، عندهم عناصر حتى هما شبان وجايين في الطريق، فهمتي؟ باستثناء هاري كين اللي عنده تجربة وباركر الظهير الأيمن، فهمتي؟ الأغلبية كلهم يعني ناقصين تجربة، فهمتي؟ الفرنسيين عندهم يعني عناصر اللي لعبت في اخر كاس العالم في روسيا 2018، بعض العناصر باقي مشاكل معهم، وكمان يعني معروفين بالجديه ديالهم. نتمنى الانجليز حتى اللاعب الانجليزي يعني شويه يعني غيرت بنا شويه بالكرات الطويله ديالهم، وهذا يمكن نسبه. اما اللعب القصير شويه كيخلق المشاكل للفرق المغربيه. طيب المنتخبات المغربيه. كابتن عزيز في رايك مين افضل اللعيبه في مباراه اليوم؟ يعني مين الاكثر تالقا؟ وتنظل انا تابعت جميع المباريات وكما الاخوان تابعوا، فاكيد المرابط يستاهل يكون احسن لاعب يعني في ثلاث مباريات او اربع المباريات اللي قام بها، بحيث رجل ارتكاز اللي كيسترجع جميع الكرات. والحارس بونو كذلك، رغم ان كنعرفوا ان الحارس بونو استطاع ان يعني يحصل على مرتين جائزه ديال احسن لاعب واحسن حارس. فما شاء الله انا تنقول مرابط بشكل كان وسط الميدان كيقوم بعمل جبار، ودائما يغطي على اليمين على اليسار، ما شاء الله القدام اليمين وعلى الوراء، فهو كان تنظن هو المفتاح تاع المباريات، وكان ناخب الوطني وليد البلادي كيعول عليه كثير استرجاع الكرات، فهمتي؟ وتيخلي كينشف لوسط الميدان اللي هو امل الله ولا اناحي اللي كيمتازوا بتقنيات كثير يعني ممتازه، ولكن يسترجع الكره كيلقاو شويه صعوبات حيت في الانديه ديالهم كيلعبوا كلاعبين يعني كما كنقولوا لاعب 10، يعني كيلعب
اكثريه في الهجوم، اكثريه ميول هجوميه. طيب كابتن عزيز، في رايك ايه السبب وراء الوصول غير المسبوق او هذا الانجاز التاريخي للمنتخب المغربي في هذه البطوله؟ وشوف، هو هي العقليه حيت لما انت تبص للتشكيله تاع المغرب غتشوف ان بوني تيلعب فين؟ سيدي نادي اللي يعني متالق في البطولات الاوروبيه، فهمتي؟ وظهير ايمن عندنا حكيمي احسن ظهير في بي اس جي في باريس سان جيرمان، عندك نايف سايف اللي كيلعب في ويست هام، عندك نايف اكد في ويست هام، عندك سايف اللي كيلعب في الدوري التركي بعد ما كان كيلعب في الدوري الانجليزي، عندك نظراوي كيلعب في بايرن ميونخ، في وسط الميدان مرابط اللي كيلعب في فيورنتينا، زياش في تشيلسي، وناحي هو بوفال في نادي أنجل الفرنسي، نصيري في سيدي، اذا امال الله في بلجيكا ستاندارد زياش، هذو كلهم فرق اوروبيه وهما حتى هما يعني لعبوا في انديه، كيلعبوا في انديه كبيره وكيشاركوا في بطولات اوروبيه. اذا بس تغيير عقليه، وكما مع المدير الفني دخل لهم ان لازم يثقوا في نفسهم. ما في فرق ما بين اوروبي او امريكي او عربي او افريقي، بس الاراده القويه، وراك شفتيهم كيلعبوا بحماس وبروح وبقلب واحد رغم الاصابات وكيحاولوا ما امكن يرضيوا الشعب المغربي اللي متعطش لهذه الانتصارات ويفرحوا كمان الامه العربيه، يرفعوا الرايه ديال الوطن وديال العرب، باش ما يكونش هذاك الاحتكار ديال يعني الاوروبيين او الامريكيين. وكما شفتي يعني جميع المباريات اللي خداوها بجديه وبحماس، فهمتي، واستطاعوا ان يفوزوا، يتعادلوا في اول مباراه مع كرواتيا اللي هو كان وصيف البطل، راك عارف شتي المباريات ديالو، وقفه حاليا نقفه الفريق تاع البرازيلي، واستطاعوا يفوزوا على بلجيكا يعني ب 2-0، واستطاعوا كذلك على كندا اللي احسن فريق في القاره الامريكيه الشماليه، واستطاعوا يتجاوزوا اسبانيا احسن فريق اللي عنده عناصر تو فرق، انت عارف البطوله الاسبانيه، وحاليا البرتغال اللي كان بيني وبينك يعني كنت انا متخوف بحكم ان عندهم وسط ميدان اللي كي عندهم عناصر تقنيين يعني كيزيدوا كي المراوغات ديالهم وكيحاولوا ما امكن يمروا من العمق، فهمتي، ماشي بحال الاسبان اللي كي استحواذ على الكره ويقلبوا على الثغرات. البرتغاليين عندهم الوسط الميدان اللي كيمشي كيصعد يعني كيحاول ما امكن يخترق من الوسط من على الاطراف، وبالتمريره ديالهم شكلوا بعض الخطورات. كان المباراه كانت صعبه بالحق يعني، ولكن بالاراده وبالعزيمه استطاعوا ان يحققوا الانتصار، وهنيئا لهم ومبروك لهم. الف مبروك، الف الف مبروك، الف مبروك ليك، الف مبروك ليك كابتن عزيز بوعبيد، الف مبروك لكل المغرب الحقيقه، الف مبروك لينا كلنا كعرب هذا الانجاز التاريخي الرائع، ونتمنى الحقيقه من قلوبنا انه يصلوا للنهائي ويكسبوا البطوله، فتبقى بقى ايه بطوله عربيه خالصه، المغرب تحصل على البطوله، البطوله تبقى معموله في قطر دوله عربيه، يبقى في عندنا اكتر من انجاز زي ما قبل كده المملكه العربيه السعوديه كسبت الارجنتين وبرده كنا فرحانين جدا قبل كده، تونس كسبت فرنسا وبرضو كنا فرحانين جدا، يعني عمليا احنا بنتكلم على بطولة اكتر من رائعة بصراحة، واداءات برضو اكتر من رائعة للمنتخبات العربية.